بيبدأ الفيلم سنة 1928 بواحدة اسمها كريستين، وكريستين بتكون عايشة مع ابنها والتر الصغير بعد ما جوزها توفى. وفي اليوم ده بتصحي كريستين والتر علشان يروح مدرسته وعلشان هي كمان تروح شغلها. وبنعرف ان كريستين بتشتغل مشرفة في شركة التليفونات الأرضية، وبيركبوا الباص هما الاتنين الصبح ووالتر بينزل عند مدرسته، وكريستين بتكمل في الباص لحد ما بتوصل لشغلها. وبعد الشغل بتروح كريستين لمدرسة والتر علشان تاخده ويروحوا البيت. وتاني يوم بيكون يوم الحد، فالمفروض اليوم ده اجازة، وبتكون كريستين متفقة مع والتر توديه السينما في اليوم ده، لكن بيجيلها تليفون من الشغل وبيطلبوها فيه علشان زميلتها غايبة، فلازم كريستين تروح الشغل مكانها. فبتضطر كريستين تتأسف لوالتر وبتوعده ان هي توديه السينما تاني يوم، وبتطلب منه يخلي باله من نفسه وهو في البيت وما يخرجش بره لأي سبب لحد ما ترجع هي من الشغل. فبيفكرها والتر ان هو عاقل وبيعرف يتحمل المسؤولية، فبتروح كريستين شغلها وهي مطمنة. وبتخلص كريستين الشغل وبتروح على البيت بسرعة، لكنها بتتفاجئ ان والتر مش موجود في البيت، فبتقلق عليه وبتفضل تدور عليه جوه البيت وبرا البيت، لكنها مش بتلاقي له اي اثر. فبتتصل بمركز الشرطة وبتبلغ عن اختفاء ابنها، لكن الشرطة لما بيعرفوا ان ابنها مفقود من الصبح بيقولوا لها بان هي لازم تستنى 24 ساعة علشان تقدر تقدم بلاغ، لان ممكن يكون ابنها بيلعب في مكانه وهيرجع زي ما بيعمل معظم الاولاد في السن ده. فبتتضايق كريستين من الاجراءات دي وبتحس ان 24 ساعة كتير. وبيعدي بعد كده 4 شهور كاملين، وبتكون الشرطة لسه مش عارفة تلاقي والتر، لكن كريستين ما بتفقدش الامل في ان هي تلاقي ابنها. وفي يوم بيروح كابتن جونز مفتش الشرطة لكريستين في الشغل، وبيبلغها انهم لقوا والتر وان هو حي وسليم. فبتبكي كريستين من الفرحة، وبعدها بياخدوها على محطة القطر علشان تستقبل ابنها، لان هم لقوه في ولاية تانية، وبيكون الصحفيين والمصورين موجودين في محطة القطر، لان قضية اختفاء والتر بقت قضية رأي عام، ومواطنين كتير عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل. وبيكون جيمس مدير الشرطة كمان في محطة القطر علشان يبين للصحافة بان الشرطة من اكبرها لاصغرها مهتمين بالبحث عن والتر. وبيوصل القطر المحطة وبينزل منه طفل على اساس ان هو والتر، لكن كريستين بتكتشف ان ده مش ابنها. فجونز بيفهمها بانه ممكن يكون ابنها شكله اتغير، لان هو بقاله 4 شهور مختفي عنها، ولكن كريستين بتكون متأكدة ان ده مش ابنها. والغريب ان الطفل بيقول ان اسمه والتر، وكمان بيقول لهم على عنوانه وبياناته بالظبط، فمش بتبقى كريستين فاهمة هو ايه اللي بيحصل. فجونز بيفهمها بان هي لازم تبين قدام الصحفيين ان ده ابنها، وان هي كمان هتاخده على البيت دلوقتي. وبيقول لها جونز كمان بانهم هيبقوا يدوروا على ابنها بعدين، ولما يلاقوه هيرجعوا ليها، وساعتها هيبقوا ياخدوا منها الطفل ده تاني، ولكن لازم ينقذوا الموقف اللي هم فيه دلوقتي قدام الصحافة علشان الشرطة متبانش ان هي مقصرة في البحث عن ابنها. فبتضطر كريستين تسمع كلام جونز، وبتتصور مع الطفل على ان هو ابنها والتر علشان الصحفيين ينشروا الصور في الجرايد. وبعدها كريستين بتاخد الطفل معاها على البيت على امل ان الشرطة تلاقي ابنها الحقيقي، وتبقى بعدها ترجع لهم الطفل اللي مش ابنها زي ما جونز وعدها بالظبط. وتاني يوم بتروح كريستين لمركز الشرطة علشان تقابل جونز، وبتأكد له ان الولد ده مش ابنها خالص، وبتطلب منه يدور على ابنها زي ما اتفقوا. لكن كريستين بتلاقي كلام جونز اتغير تماما، وبيكون عاوز يجبرها تعترف ان ده ابنها بالعافية، وكمان بيتهمها بان هي بتتهرب من مسؤوليتها كأم، وان هي عاوزة تتخلى عن ابنها علشان الحكومة هي اللي تصرف عليه. وبيفكرها جونز ان هي اعترفت قدام الصحفيين ان ده ابنها، فبتفكره كريستين ان هي عملت كده علشان هو وعدها يدور على ابنها الحقيقي، لكن جونز بيصمم ان الولد ده ابنها، خصوصا ان هو معتمد على ان في محطة القطر محدش كان واقف معاهم علشان يسمع الكلام اللي دار بينهم، فعشان كده جونز بيكذبها بكل ثقة. ولما كريستين بتحس ان جونز مش مصدقها بتبكي وبتمشي وبتسيبه. وفي البيت بتبقى كريستين عاوزة تعرف من الطفل ده هو مين اساسا، لكنها بتلاقيه مصمم ان هو والتر ابنها، فبتتخنق اكتر منه. وفي يوم بيجي لكريستين اتصال من واحد اسمه جوستاف، وجوستاف ده هو قس في الكنيسة وكمان عنده برنامج بيقدمه في الاذاعة، وبيكون مهتم جدا بقضية اختفاء والتر. وبيطلب جوستاف من كريستين يتقابله علشان يتكلموا شوية عن موضوعها، فكريستين بتروح له البيت وبتقابله، وبتعرفه كريستين بان الشرطة اوهمتها واوهمت الناس كلها ان ده ابنها علشان ما يبانش انهم مقصرين في البحث عن ابنها الحقيقي.
وجوستاف بيكون متضامن معها جدا وبيعرض عليها يساعدها علشان هو عاوز يكشف فساد الشرطة، لان من وقت ما جيمس مسك مدير الشرطة والجرائم بدأت تزيد في المدينة. وبيقول لها كمان جوستاف ان شرطة لوس انجلوس بيقتلوا المشتبه فيهم في الشوارع فورا بدون محكمة او محامي حتى او تحقيق، وان فساد الشرطة بقى في كل مكان. وبينبهها جوستاف بان هي بتتحدى الشرطة وان ده تصرف مش هيسكتوا عليه واكيد هيدبروا لها مكيدة علشان يخلصوا منها. فبتحس كريستين ان الموضوع كبير جدا واكبر كمان من ان ابنها ضايع ومش لاقياه، وبعدها بتبقى عايزة تثبت بنفسها ان ابنها لسه ضايع، فبتاخد الطفل اللي معاها وبتروح لدكتور الاسنان اللي كان بيعالج اسنان والتر علشان يكشف على اسنان الطفل ده ويأكد لها ان هو مش ابنها. وبيكون الدكتور مستعد يكتب لها تقرير بان الطفل ده مش والتر علشان توري التقرير ده للشرطة. ونفس الاختبار ده بتعمله كريستين في مدرسة والتر، وفي المدرسة زمايل والتر ومدرسينه بيثبتوا برضو ان الطفل ده مش والتر اصلا. ولما جونز بيوصله اللي كريستين عملته في عيادة الاسنان ومدرسة والتر بيقرر ساعتها ان هو يتخلص من كريستين، فبيبعت يطلبها لمركز الشرطة. فبتروح له كريستين بحسن نية هي والطفل اللي معاها، وبيكون جونز محضر لكريستين مفاجأة غير متوقعة وجايب لها دكتورة نفسية علشان كريستين تقول قدامها ان الطفل ده مش ابنها. فالدكتورة تقرر ان كريستين مريضة نفسية وان هي بتتهرب من مسؤوليتها تجاه ابنها، وفعلا خطة جونز بتمشي مظبوط. وبياخدوا كريستين بعدها لمستشفى الامراض النفسية بناء على التقرير اللي كتبته الدكتورة النفسية، والتقرير ده بيقول ان كريستين عندها اضطرابات عقلية ونفسية وان هي لازم تتحجز في المستشفى لحد ما تتعالج لان هي بتتوهم ان ابنها مش ابنها. وبكده يكون جونز خلص من كريستين للأبد. وفي مستشفى الأمراض النفسية بتتعرف كريستين على واحدة اسمها كارول، وبتكون كارول نزيلة في المستشفى هي كمان، وبتقول لكريستين إن اللي بيعارض الشرطة بيجيبوه هنا وإن هي كمان ضحية للشرطة زيها، وإن في ستات كتير في المستشفى هنا ضحايا لظلم الشرطة وإن الشرطة جابوهم هنا على أساس إنهم مرضى نفسيين، ولكن الحقيقة إن أغلبهم مش بيعانوا من أي اضطرابات نفسية أو عصبية. وبعدها كريستين بتقابل الدكتور اللي في المستشفى على أساس إن هي تحاول تقنعه بإن ان هي مش مريضة ولا حاجة وان جونز جابها هنا لمجرد ان هي قالت على الطفل اللي الاول ان هو مش ابنها. وبتأكد له كريستين ان دي الحقيقة لان مفيش سبب يخليها تنكر ابنها لو كان هو فعلا ابنها، لكنها بتتفاجئ ان الدكتور بيساومها على ان هي تمضي على استمارة نسب علشان تثبت فيها ان الولد اللي معاها هو ابنها والتر فعلا، والا هتفضل موجودة في المستشفى ومش هتخرج ابدا. فطبعا كريستين بترفض تمضي على الورقة دي وبتتضايق لان هي افتكرت ان الدكتور هيساعدها. وبتفهم كريستين بان الدكتور اكيد متضامن مع جونز. وبنروح في الوقت ده لشرطي تاني اسمه ليس، واللي بيقبض على ولد اسمه سان، وسان ده كندي الجنسية ودخل امريكا بطريقة غير شرعية، فالمفروض ان ليس هيرجعه تاني على كندا ويستلموا له السلطات الكندية. لكن سام بيعترف لليس بجرائم غريبة جدا كان هو وجوردن ابن عمه عملوها. وبيقول سام للمحقق ليس بان هو وقت لما تسلل لامريكا كان رايح لمزرعة جوردن علشان يعيش معاه فيها، لكن جوردن طلع شخص مريض نفسيا واستغل سان في الجرائم اللي عملوها هما الاثنين سوا. والجرائم دي هي انهم كانوا بيخطفوا الاطفال من الشوارع وبيحتجزوهم في مزرعه جوردن وبعدها بيقتلوهم، وان عدد الاطفال اللي قتلوهم حوالي 20 طفل، لكن في طفلين كانوا قدروا يهربوا منهم. فليس بيستغرب من اعترافات سان الخطيره وبيوري له صور للاطفال المفقودين وبيساله مين منهم اللي قتلوه ومين ما قتلوهوش. فسام بيحدد صور الاطفال اللي قتلوهم وبتكون صورة والتر ابن كريستين منهم. فبيستغرب ليس تاني لان المفروض الشرطة لقت والتر ورجعته لامه. فبيتصل ليس بجونز وبيقوله على المعلومات اللي عرفها من سان، لكن جونز بينكر الكلام ده وبيقول لليس بان الولد ده بيكذب علشان يسيبوه قاعد في امريكا وما يترحلش. وبيأكد له جونز ان والتر بالذات رجع بيته، لكن ليس بيكون مش مقتنع بكلام جونز وبيطلب جونز من ليس بان هو يجيب له سان لمركز الشرطة من غير ما يقول لحد. وطبعا بنكون فاهمين جونز عايز يعمل كده ليه، علشان يتخلص من سان لان المعلومات اللي عنده هتبين ان الشرطة مش مؤثرة وبس، لكن الشرطة كمان ما بتشوفش شغلها اصلا. وفي الوقت ده جوستاف ومجموعة محاميين بيروحوا لمركز الشرطة، وجوستاف بيسأل محقق جونز عن مكان كريستين. فجونز بكل برود بيقول له بان هي في مستشفى الامراض العقلية علشان عندها انهيار عصبي حاد. وبيمشي جونز وبيسيبهم. وبنرجع لليس واللي بيكون نفذ اوامر جونز وجاب سان لمركز الشرطة، لكن قبل ما سان يدخل لجونز مكتبه وبيجي ليس وبياخده بره مركز الشرطة علشان ما يخلوهوش يقابل جونز، لان ليس شك ان جونز ممكن يأذي سان علشان اعترافاته هتبين ان جونز فاشل في شغله. فليس بياخد معاه سان لمزرعة جوردن ابن عمه وبيكون معاهم محققين شرطة تانيين علشان سان يوريهم المكان اللي كانوا بيدفع
بيدفنوا فيه الأطفال اللي بيقتلوهم. وفعلا سام بياخد الجاروف وبيبدأ يحفر في الأرض، فبيلاقوا عظم وجثث للأطفال مدفونين، وبكده يكونوا اتأكدوا إن كلام سام كله حقيقي. وبعدها على طول بتصدر من الشرطة نشرة بالقبض على جوردن، وبتتوزع في كل الولايات. وفي المستشفى النفسي بيروح جوستاف علشان يخرج كريستين من هناك، وطبعا ده بناء على اللي اتنشر في الجرايد عن حادثة قتل العشرين طفل، واللي متوقع ان والتر يكون واحد منهم. وبكده وبشكل رسمي تكون كريستين ما عندهاش اي امراض نفسية، وكلامها طلع صحيح لما قالت ان الولد اللي عندها في البيت مش والتر ابنها. فبيضطر دكتور المستشفى يوافق على خروج كريستين، وبنروح لجوردن واللي بيعرف ان الشرطة بتدور عليه في كل حتة. فبيروح جوردن لبيت اخته علشان يستخبى عندها، لكن اخته وجوزها بيبلغوا الشرطة عنه. فبتوصل الشرطة لبيت اخت جوردن وبيقبضوا عليه، وبيقدر جوستاف بمساعدة من مجموعة محاميين انهم يستصدروا امر قضائي بالافراج عن كل الستات اللي في المستشفى النفسي، لان الشرطة بتكون حاجزاهم بدون وجه حق. وفعلا بيخرجوا الستات كلهم من هناك واولهم كارول. وبنعرف ان جوستاف ليه صديق بيكون شغال محامي كبير ومشهور، والمحامي ده اتطوع علشان يرفع لكريستين قضية ضد جهاز شرطة لوس انجلوس علشان هم اثروا في البحث عن ابنها، وعلشان نسبوا لها طفل مش طفلها، وكمان علشان البهدلة اللي كريستين اتبهدلتها. وبتتحول قضية فساد شرطة لوس انجلوس لقضية رأي عام، وبيكون فيه مظاهرات قدام المحكمة بيطالبوا فيها بمعاقبة الفاسدين في جهاز الشرطة. وفي نفس الوقت ده بيكون جيمس مدير شرطة لوس انجلوس عاوز يصلح من شكل الشرطة اللي جونز بوظه، فبيقدروا يوصلوا الطفل اللي هم قالوا ان هو يبقى ابن كريستين لأهله الحقيقيين. وبتكون في جلسة في المحكمة علشان يسمعوا دفاع جونز في التهم المنسوبة ليه من كريستين، لان هو ارغمها على ان هي تستلم ابن مش ابنها، وكمان احتجزها في مستشفى الامراض النفسيه بدون وجه حق. ومش بيبقى عارف جونز يدافع عن نفسه، خصوصا ان التهم المنسوبه ليه كلها صح، ومش بيكون عنده اي دليل على براءته من التهم دي. فالمحكمه بتحكم على جيمس مدير الشرطه والمحقق جونز بعقوبه الفصل النهائي من جهاز الشرطه. وبنروح لجلسه محاكمه جوردن، واللي بيتم اتهامه فيها بقتل 20 طفل، وبيصدر الحكم في حق جوردن بالاعدام وبياخد جزائه. وبتروح كريستين لجوردن جوه السجن قبل ما يتعدم علشان تعرف منه هل قتل ابنها ولا لا، لكنه مش بيرضى يريحها ويقول لها الحقيقة هل قتل ابنها ولا لا. فبتتخنق كريستين منه وبتفقد عصبها وبتبقى عاوزة تخنقه، لكن حراس السجن بيمنعوها وبيتهدم جوردن بعدها. وبتكون كريستين موجودة واهالي الاطفال اللي قتلهم. وبعد فترة مش طويلة بيظهر ولد اسمه ديفيد، وديفيد ده كان محتجز مع والتر واطفال تانيين في مزرعة جوردن. وبيقول ديفيد للشرطة بان الفضل يرجع لوالتر في انهم يهربوا من المزرعة، لان والتر عمل لهم فتحة في السلك الشائك. لكن ديفيد بيأكد لهم ان هو ما يعرفش طريق والتر دلوقتي، لانهم اتفرقوا بعد ما هربوا من مزرعة جوردن. فبتفرح كريستين رغم ان هي لسه ما لقيتش ابنها، ولكن على الاقل عرفت ان هو عايش وان هو ما اتقتلش على ايد جوردن، وان اكيد في يوم من الايام هيرجع تاني ليها. وبتفضل كريستين عايشة على الامل ده. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا افلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات. وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.